السلام عليكم أصدقائي، كما طلبتم مني هذا هو سامسونج جالاكسي نوت 9. نوت 9 نزل السوق في الأخير ديال 2018، واليوم في هذا الفيديو نشوفوا واش مناسب نشريه في 2020 ولا لا. كما شفنا نوت 8 فيه بزاف ديال الخصائص اللي عجبتنا كاملين، وبصراحة تليفون اللي ناضي وحاليا أرخص الثمن ديالو بزاف مقارنة مع النوت 9، ولكن أكبر مشكل كان فيه الباتري ما كيصبرش في الصارج وبعض السلبيات الأخرى. المهم حنا دابا نشوفوا النوت 9 ونشوفوا المشاكل اللي كانوا في النوت 8 واش مازالين في النوت 9 ولا لا. ونبدأ لكم بالتصميم ديال النوت 9 اللي هو نفس التصميم ديال النوت 8، ومن طبيعة الحال التصميم اللي ناضي وأنيق من الخلف والقدام ديال التليفون، فيه زجاج غوريلا 5، والحاجة الوحيدة اللي كيختلف فيها على النوت 8 هو البلاصة ديال البصمة. في النوت 8 البلاصة ديال البصمة في الجنب ديال الكاميرات وكانت بعيدة، ومع انكشا بزاف الخدمة وبزاف ديال الناس ما عجباتهمش البلاصة واصلا ما استخدموهاش حيت بعيدة. وهنا في النوت 9 داروا البصمة تحت الكاميرات، وهكا كنظن باللي حسن وبلاصة اللي مريحة في الاستخدام. وخا شفنا حاليا تليفونات فيهم البصمة في الشاشة ولا في الجنب، مي حنا دابا كنهضروا على تليفون تقريبا عامين هادي هو في السوق. الفوق ديال التليفون فيه بلاصة ديال لاكارت سيم وكارت ميموار وميكروفون اضافي، والتحت ديال التليفون فيه بلاصه ديال القلم وسماعات ستيريو، والصوت اللي فيهم ممتاز جدا، وحداهم الميكروفون ديال المكالمات وبلاصه السماعه 3.5 اللي في بزاف التليفونات الفلاكشيب ما بقاوش كيديروها فيهم. الحواف اللي فوق الشاشه وتحتها تقريبا نفسهم اللي في النوت 8. فوق الشاشه كاين مستشعر ماسح قزحيات العين والكاميرا ديال السيلفي ومستشعر ديال القرب والاضاءه ديال الاشعارات، والحافه اللي تحت الشاشه ما فيها حتى حاجه حيت الازرار مدمجه في الشاشه. شاشة في النوت 9 من افضل الشاشات اللي في تليفونات حتى لحد الساعة، من نوع سوبر اموليد، الحجم ديالها 6.4 انش بدقة كواد اتش دي بلس، معدل 516 بيكسل في كل انش، وكتدعم خاصية الاولويز اون ديسبلاي. وكما قلت لكم في النوت 8 الفراجة في هذا التليفون بحال الفراجة في شي بلازما ديال ال جي ولا سوني. ومن التقنيات اللي كيميزوا النوت على باقي التليفونات الاخرين هو القلم الاسبام، وكما راكم عارفين لاش كيصلح القلم الرسم الكتابه الاختصارات، وهادشي هو اللي كاين حتى في النوت 8. القلم في النوت 9 تطور شويه ولا كيتحكم في بعض التقنيات عن بعد بالبلوتوث، بحال يخدم الكاميرا ويتنقل بين التطبيقات، تشغيل الموسيقى الى اخره. النوت 9 كيجي في افريقيا واسيا بمعالج سامسونج اكساينوس 9810 ومعالج رسومي مالي جي 72، والاداء ديال التليفون سريع بزاف، واخا يتفتح فيه بزاف ديال التطبيقات في نفس الوقت ما يلقاش مشكل. والاداء ديالو في الالعاب اكثر من ممتاز، وكيدعم كاع الالعاب المشهوره وكيخدمها باعلى اعدادات بلا مشاكل. خدموا فيه كاع الالعاب اللي بغيتو، فورتنايت، بابجي، كول اوف داتي، فري فاير، اي لعبه طاحت لكم في بالكم خدموها في التليفون، ناضي من ديك الناحيه. الاداء ناضي بكل صراحه، وحتى السخونيه التليفون فيه نظام تبريد مائي ما كيخليش التليفون يسخن. وبالنسبه للرام والميموار، التليفون فيه جوج اختيارات، اما 6 في الرام و 128 في الميموار، ولا 8 في الرام 512 في الميموار، ويمكن لكم تزيدوا فيه كارت ميموار. والنوت 9 من التليفونات اللي مازال ايجيهم تحديثات ديال اندرويد 10 وواجهات سامسونج. وهادشي كامل اللي دوينا عليه في النوت 9 حتى لحد الساعه ممتاز، والكاميرا تاع هما اكيد غيكونوا ممتازين. الكاميرا ديال الخلف فيها جوج عدسات، الاساسيه بدقه 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه كتغير من 1.5 حتى ل 2.4، والعدسه الثانيه حتى هي ب 12 ميجا بكسل، وعلى العموم تصاور ناضيين وواضحين والالوان مشبعه، وكيصور فيديوهات بدقه 4K ب 60 اطار في الثانيه ولا 1080 بي 240 في الثانيه. والخلاصه الكاميرات ناضيين في التليفون سواء ديال الخلف ولا حتى السيلفي اللي حتى يتصور فيها ناضيين بكل صراحة. اكثر مشكل كان في النوت 8 الباتري فيه صغير وما كيصبرش في الشارج مع الشاشة كبيرة الى اخره. سامسونج في النوت 9 ركزوا على هذا المشكل وداروا فيه باتري بسعة ممتازة 4000 ميلي امبير، وخدموا حتى على السوفتوير طوروه باش ما يستهلكش الباتري بزاف. النوت 9 في الاستخدام العادي يدوز نهار بلا ما يحتاج شارج، وكيبقى من 4 ديال السوايع حتى 6 ديال السوايع اللي خدمتوا فيه الالعاب، وكنظن هادشي اللي كاين في اغلب تليفونات الفلاكشيب. يعني الباتري تطور بشكل كبير مقارنة مع النوت 8 اللي واجهوا فيه بزاف ديال الناس هذا المشكل ديال الباتري. والخلاصة ديال النوت 9 اللي شاف اخر منشور شاركتو معكم في الكوميونيتي، سولتكم فيه فاش تبغيو التليفون يكون ناضي، الالعاب ولا الكاميرا ولا الشاشة ولا الباتري. بزاف منكم بغاو التليفون يكون جامع كلشي، وحتى انا كان بغيت التليفون يكون جامع كلشي، وبصراحة سامسونج النوت 9 جامع كلشي، ولكن ما نقدرش نقول لكم هو احسن تليفون حيت خرجوا مراه بزاف ديال التليفونات،
ولكن الى شفنا الثمن ديالو اللي هو دابا كيدير ديك 3500 درهم حتى 4000 درهم اوكازيون، واللي بغى تليفون جامع كلشي بهاد الميزانيه هذا هو افضل اختيار بالنسبه ليا. وهادشي اللي كان اصدقائي في هذا الفيديو، شكرا لكم على المشاهده ونتمنى تستافدوا من هذا الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، واللي ما مشترك يشترك باش يوصلوا الفيديوهات الجداد. السلام عليكم.